أنايا أم حمياني والي، جيت من ولاية سعيدة باش نحكي حكايتي على الأبنة تاعي. أنا الأبنة تاعي أعطيناه مؤبد. مؤبد مؤبد. حكمت المحكمة حضوريا على المتهم بالسجن المؤبد. رفعت الجلسة. انطق الحكم تاع قالوا لنا مؤبد. بقات نبكي نقول لهم على غير كون غير كتبتو انتهى. الشوفة تاعي براواته، شوف في الشوفة هو صباح نشوف غير البرية. السلام عليكم. أنا يا أم حمياني وليد. أنا الشيخ فتيحة، جيت من ولاية سعيدة. جيت للألجي باش نحكي حكايتي على الأبنة تاعي. أنا الأبنة تاعي أعطيناه مؤبد. الأبنة تاعي زعما مضرور وراه مغبون في السجن، وراهم حاطينه منفردة وراه مغبون. وجيت باش السلطات المعنية ورئيس الجمهورية ينظروا في الأمر تاع الأبنة تاعي. أنا هذا الوحيد تاعي، وانا بتباري انا والوالد نتاعه، وهذا كان خدام عليا، عندي زوج خواتاته، وهو الكبير تاع عندي في الدار، زعما هو المساند نتاعي الوحيد. وزعما بغيت السلطات المعنية تعاونني ينظروا في الابن نتاعي. انا الابن نتاعي اني مش نقول ولدي ما غلطش، انا نقول ولدي زعما صغر مراهقة غلط، بالصح الحكم نتاعه كان قاسي. ما عنديش باب واحد اخر، باب الله سبحانه وانتوما معني السلطات المعنيه باش توقف معايا. انا ما قديتش، انا ابني راه مريض، راه مبعدين عليا، انني بربع شهور خمسة شهور نشوفه مره، مش نصيب من يديني ليه، زعما الوالد نتاع متسيباري انا وياه، ما عنديش علاقه معاه. أنا مشي خدامة مغبونة، زعما نخاف من في القفوان تاعه، يوم رض يرسل لي براوات يقول لي ماني مريض، راه عندي هو أزميتيك، يقول لي راني زعما راني كل مرة يدخلوني العيادة، راني نضر بزاف. كي نهار اللي قطعوا له مؤبد قالوا لي ولا يطيح، زعما حتى يرفدوه. لقائي جدد بكم مشاهدينا الكرام عبر برنامجكم الأسبوعي شوفوا حكايتي. القصة ديالنا تاعنا اليوم جاتنا من ولاية السعيدة، هي قصة بحقائق صادمة. مع اليوم جاتنا أم لشاب محكوم عليه بالمؤبد. هذا الشاب مر بمرحلة صعيبة. مع اليوم جات الأم دياله حابة تحكي لنا التفاصيل تاع الحكاية، حابة تعبر لنا عن مدى الألم الكبير اللي راه يعيش فيه الإبن ديالها. ما نطولش عليكم، الحلقة ديالنا تاع نهار اليوم راهي بدأت. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أهلين. لاباس. الحمد لله. شنو الحالة؟ الحمد لله. الحمد لله. شوفي قراي. أنا نقرأ في هذه الرسالة راسلها لي يا ابني. ولدي ديالي. هذه الرسالة من السجن. من الحق.
وليدي مسجون. مش حره هو؟ راه في 4 سنين. مش محكوم عليه الحاجة؟ محكوم عليه مؤبد. معلش الحجة، أنا حاب نسمع الحكاية اللي بديها لك. إن شاء الله. إن شاء الله يا إن شاء الله. إن شاء الله يكون فيها خير كبير. إن شاء الله يا إن شاء الله. إن شاء الله. صعب شيء. بزاف. نقول ربي يصبره إن شاء الله. نين نشد كيقول لك السلطات المعنية والرئيس الجمهورية. باش أنا ولدي راه مريض. راه مضرور مؤبد بزاف عليه. يقول لك انا نموت خير خلينا. لا صاي خلاص. الحجة واش راكي؟ الحمد لله. صحة لاباس؟ الحمد لله يا رب. الحمد لله. الحجة جيت لقيتك تقراي في هذه الرسالة تاع شكون؟ تاع ولدي. تاع الابن ديالك؟ ابن ديالي. من وين بعثها لك هذه الرساله؟ بعثها لي من تيارت. من تيارت؟ واه. منين؟ من السجن هكذا؟ واه ابني مسجون. ابن ديالك مسجون؟ وش حكيتو الحاجه لابن ديالك؟ تفضلي. كنا حكينا يعني بعض التفاصيل صغيره هكذا في الهاتف. الى انه جيتينا لهنا من ولايه سعيده. مرحبا بك. الله يسلمك. شرفتينا بالحضور. قلتي لي بلي بلال انا عندي حكايه. الابن ديالي راهو محكوم عليه بالمؤبد. جاز مرحله صعيبه وراهو حتى لهذه الفتره ولا هذه الوقت هذايا راهو يعاني في صمت. راهو يعاني من العديد من المشاكل هكذا. احكي لي الابن ديالك كان عايش معاك؟ اش كاين مشاكل؟ كان عايش معايا. كان عايش معايا. نعيش معايا زعما خدام عليا. عندي غير هو من بعد ربي سبحانه. عندي هو عندي زوج خواتاتو وانا الوالده تاعهم متفركت انا وياه. مطلقني. طلقني الوالده. كل واحد في جهته هو خلاص تزوج ودار حياته وانا قعدت معاهم هما مع اولادي. عندك طفل وطفل؟ عندي زوج بنات زوج بنات وولد. هو الكبير؟ هو الكبير في خواتاتو. الله يبارك. كان خدام عليا زعما ومعمر عليا الدار. شغل هو السند الواحد تاعي. كيفاش كان يعاون فيك؟ كيفاش كان يعامل فيك؟ الحمد لله يا ربي. زعما كان كي نقولوا كين هكا اي حاجه تخصني شغل هو السند تاعي. زعما نقولوا كين هكا يكون عندي مصروف، تكون عندي حاجه، تكون عندي فاتورات. شغل منسني عمر عليه هذاك الفراغ. زعما كي نقولوا الغالب ابني. والحمد لله وكنا عايشين في كي يقول لك في اسره بسيطه ومرتاحين والحمد لله. حاجه ما كاش يدير لك مشاكل؟ ما كاش يجيب لك مشاكل؟ سما كي صغير سن المراهقة. ما سن المراهقة زعما كاع البزاوزي شغلي يزعفوا ويديروا بصح ما كاش قاسي. كي نقولوا ما كاش قاسي اللي كنت نخافه. ما كاش قاسي عليا. كيفاش تخافي انه يدير لك حاجة كبيرة؟ لا 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 جامي. زعما يبغيني يكون مسكين برا كي يجي يحكي لي كاع لي ستوار شدا صرا وين كان مع من كان اش داير كاع شغل كاع اللي قضيها برا كاع يجي يحكيها لي. ما وين مشيت اليوم اش درت اش كاين نتحاك وناكلوا في رحبه ونشربوا الحمد لله. زعما كان قريب ليك الحاجه؟ كان قريب ليا بالبزاف. قريب ليا بالبزاف. كان قهوه مع صحابه يجي يحكي لي يقول لي زعما مع من كنت اش كاين اش صرا واش كذا. حتى كان يستب حاجه برا يقول لي انا لقيت هذيك الحاجه ما عنديش اليوم المصروف اعطيني غدا نشريها لك. يدير الشيء اللي يقدر عليه. يدير اللي يقدر عليه مسكين. اللي يقدر عليه كاع يعاونني به ويخدم. زعما يخدم هنا ولهيه زعما ماهوش شهر راتب. زعما مسكين غير يخدم. احنا نقولوا كان يدبر لقمة على عيش ديالو. ايوا كاين لا زعما دبر وقته. كان عايش معك مليح الابن ديالك الحمد لله. الى انه صرات واحد الحادثه الحاجه نقدر نقولوا باللي بدلت لكم حياتكم اكثر ما بدلت له حياته. بدلت له حياته هو اكثر منا حنايا. قد اللي تبدلت علينا احنا بصح هو اكثر. احنا كاع العائله تدمرت بصح هو اكثر كاع. هكذا الحاجه السبب تاعه هو. شغل الغبينه تاعه هو المؤبد تاعه دمرنا كاع. دمرني انا خواتاته دمرنا. ومحكوم عليه بالمؤبد؟ محكوم عليه بالمؤبد.
على بالي ما كانت سهله هذا الحكم هذا يا كي سمعتوه، على بالي بلي كانت لكم صدمه انت واخواتاتو. كانت قاسيه بكل صراحه حتى الدقيقه هذه الحاجه. قدرتي تقبلي هذا الحكم؟ ما قدرتش نتقبله، ما قدرتش نتقبله وكان قاسي، ما قدرتش نتقبله لدرك زعما لو كان نفطم في الليل نلقى روحي نبكي عليه، وهو مسكين هكا كينا خدش عليها حكم قاسي بالبزاف. الحاجة كان الحكم مؤبد، راح عليك الابن ديالك على بالي بلي راه يمر بفترة صعيبة بحكم انه راه في السجن وما كان حتى انسان في السجن او مريح ولا لاباس به. صعيب السجن ما نتمنى لحتى انسان الا انه الله عز وجل حكم ديالو نرضاو به، ثم نرضاو بحكم العدالة ديالنا حكمت بهذا الشيء وشافت بلي هذا الشيء هو القرار هو الحكم. احنا مع العدالة ديالنا لانه نتمنى ان شاء الله بهاد الحصة ولا بهاد الحلقة يعودوا يشوفوا الوضعية ديالو، يعودوا يشوفوا لهذا الحكم. نمشيوا في الحكاية ديالنا. الحاجة قولي لي كيف صارت الحادثة؟ هي الحادثة كيفاش صارت؟ هو مشى، هو قلت لك مربي عود في الفيرمة تاع جدة، حط هذاك العود يمشي وكل هذاك العود، يمشي وكل هذاك العود ماشي هو صاحبه. وش من جهة هذه؟ هذه من جويه زعما احنا نقولوا بالمثل ولاية سعيدة، هذه تابعة كي نقولوا احنا هي لحساسنا ولاية سعيدة. هذه منطقة نائية هذه؟ لا منطقة جبلية؟ جبلية ولا جبلية؟ جبلية غابية زعما نقولوا، مهم زعما بلاصة تاع غابة ماهاش بلاصة نقولوا تاع سياحة ولا تاع حاجات كي نقولوا مانيج وكذا، وماهاش خاضية، هذه غير تاع رعاية ترعى فيها المواشي. مشى، هو مشى باش يعلف يوكل هذاك العود تاعه، ومنعته يروح لهذا المكان هذا باش يعلف العود. هذا العود تاعه هو مربي هذا العود، يمشي يوكلو يعلفو يمشي دائما عنده، خاطر ما يقدرش يستغنى عليه، علاه شغل يخرجه يوكله يتفقده، قايم به زعما دائما يتفقد في ذاك الحصان تاعه. من بعد كين هذا النهار مشى صاب زعما زوج من الناس في هذيك الناحيه في ذيك الوضعيه، قال لهم زعما ما تقعدوش هذه البلاصه، ها هي ماهاش بلاصتكم. ماهاش بلاصتكم، هذه زعما المنطقه تخصنا حنايا. الحاجه صارت مناوشات ما بين شكون وشكون؟ بين شغل هذا الشخص والمرأة هذه، الشخص والمرأة هذه صرات بيناتهم مناوشات، شغل تناوشوا ما على باليش زعما شغل كيما ما التفاصيل ما عندكش؟ شغل ما عنديش تفاصيل كاملة. هما تناوشوا، كي تناوشوا قال لهم ما تبقعدوش في هذه البلاصة، المنطقة ها هي زعما ما نقولوا تخصنا حنايا، كي هي جاية نقولوا الأرض تاع جدة، تاع الأرض تاع العائلة تفضلي الحجة. من بعد جاو الفرقة تاع الدارك، جات الدارك طاحت عليهم، كي طاحت عليهم رفدتهم، كي رفدوهم داوهم. مات الابن ديالك وهذوك الناس اللي كانوا معاه؟ هذوك الناس اللي كانوا معاه وهو رفدوهم داوهم. شغل كانوا كاينين تحقيقات، كاين زعما داروا اجراءات قانونيه. من بعد كينا شغل كي مبدئيا واش كانت التهمه ديالو؟ كانت التهمه ديالو داروا له الاختطاف، داروا له مخل بالحياه، ما عندهاش مسكين تليفون. اختطاف وفعل مخل بالحياه، وهو ما عندهاش مسكين تليفون، ما عندوش، ربي يعرف ما عندوش تليفون، لا تليفون، ما عندوش كاع تليفون، التليفون هذا تاع مول لوطو لديه، وداروا له الاختطاف لوطو مشي تاع هذا صاحبه اللي رايح معاه. كان معهم شخص رابع هكذا؟ شخص رابع كان معاه، ما عنده حتى زعما ما عنده، كي داروا له الاختطاف لوطو مشي تاعو والتليفون مشي تاعو، وانا ما زعما معليش. الحجة انت كي سمعتي المرة الأولى أنه الابن ديالك داته الجندار معناتها داوه رجال الدرك الوطني، كيف حتى سمعتي كيفاش حتى لحقك الخبر كي رحتي واش درتي؟
كي مشيت قالوا لي زعما راه هنايا ما تقدريش تدخلي عنده. قلت لهم خلوني نشوفه نسقسيه اش هي الحاجه اللي هي صاريه باش نعرف منه. قالوا لي لا زعما راه في خدمتنا حنايا حنا نخدموا القانون تاعنا. زعما هذيك الليله بيتهم صباح عاودوا طلعوهم دخلوهم كاع شغل دخل هو وصاحبه وكاع فاتوا في السجن. من بعد كاين هذيك البنت شغل تزوجت خلاص تزوجت هذيك السيد اللي كانت معه. أنت هذيك البنت والراجل هذاك خرجوا من القضية؟ صحيح خلاص خرجوا انتهوا من القضية تزوجوا ولدوا راه عندهم بنت راهم متهنيين هي راهي خدامة زعما نقولوا عايشين حياتهم عادية. إلى أنه الابن ديالك توجهت له تهم اللي هما وشنو هما تهم؟ جناية؟ جناية وجنح. وشنو جناية؟ جناية داروا له الاختطاف جناية مخل بالحياة فعل مخل بالحياة؟ وداري له السرقة وال تمام شغل كان الحكم تاعها. معليش الحاجة قولي لي السرقة ماشي بالك الابن ديالك قام بسرقة هادو الناس بكل صراحة الحاجة؟ بصح كي سرق ما كي سقسيتو قالو قال لي ما والله يا ربي راه شاهد عليا ما ديت لهم حتى شي. قلت له ولدي زعما خلاص انت راك تحت راك يقول لك راك في يد القانون وفي يد الدولة وراك عند لابريكا زعما شديت لهم. قال لي ما والله ما تسمحي لي امام ربي ما ديت لهم حتى شي. قال لي ما ديت لهم والو. انا كي قالوا لي قطعوا له قالوا لي ولا مسكين يطيح حتى يقعدوا يرفدوا فيه. كي نتقوله ب 20 عام قالوا لي ولا يطيح مع مسكين يمرض هو ازميتيك في روحه هو ازميتيك. قول لينا غير بالدواء يخرجوا لنا لوردونوس نشروا له دواء نعاودوا نرجعوا له يعطوه تشكل البره تاع تاع الحساسيه يعطوه شغل. كان الحكم قاسي عليه كان الحكم قاسي ما قدرش يتقبل ما قدرش ما قدرش احنا برا ما قدرناش نتقبلوا. يا ترى هو ما قدرش يتقبله ومن بعد ولا يقول لي ما قديتش ما عييت. معليش الحاجه مشاو الاجراءات القضائيه وين بدات المحاكمه ديالو المره الاولى شحال حكموا له؟ حكموا له ب 20 عام 20 عام 20 عام. انت كنتي في الجلسه الحاجه تما؟ ما دخلتش ما دخلتيش دخل غير المحامي تاعي المحامي برك المحامي خرج خبرني خرج. بكل صراحه سمعتي الحكم انه الابن ديالك محكوم عليه ب 20 سنه سجن كيفاش كنتي انت؟ كنت ما تقبلتهاش ما تقبلتهاش وليت نخمم فيه هو نقول كي دار باش دخلت الفكر تاعو بلي عطاوه 20 سنه. بقيت نقول قعدت الامل تاعي الواحد نقول رايحه السلطات المعنيه راحت زعما تعاود تنظر في الملف تاعه رايحين ينظروا في الحكم تاعه. كسرت له في ولايه سعيده كي كسرت له كان عندي امل بلي راح ينقصوا له. كان عندي امل بلي راح ينقصوا له كي عاودوا ايدوها له عاودوا ايدوا له ايدوا له هذيك 20 سنه. كانت الصدمه اكثر من الصدمه اللي فاتت شغل بولينا كي حسينا رواحنا نهارينا نقعدوا نخمو في غير هو نقولوا كي راه صاري له غير كي راه صاري له. هو مسكين يبكي لداخل نقول لهم ما كي راه صاري لها نقول لهم خاف غير ما تموت من هذيك القهره من هذيك الصدمه ما راني خايف عليها. وانا قعدت نخمم غير فيه هو ما عرفك كسرت له المحكمه العليا كي كسرت له زعما كان عندي امل في كي يقول لك في المحكمه العليا وعندي امل في وزاره عدل وعندي امل في القضاة وفي باش يعاونوني باش شغلي ينقصوا له. هذا مانيش انا نقول ابني ما دار والو بصح ما كانش ماشي الحكم كاع لهاد الدرجه ماشي كاع لهاد الدرجه طاوه مؤبد. في المرحله الثانيه ثبت الحكم تاع 20 سنه بعد ما كرهتوا المحكمه العليا عطاو له المؤبد. كي عاود الشرع جابوه لسعيده والشرع وقف وفرحنا قلنا رايحين ينقصوا له. كي البنت خلاص تزوجت وراهي مليحه وما عندها والو فرحنا قلنا بلي رايح ينقصوا له. انتقل الحكم تاعها قالوا لنا مؤبد. مؤبد الحاجه نبدلوا بلاصه ان شاء الله ونكملوا القصه ديالنا باش نحكيوا على الوضعيه تاع الابن ديالك في السجن هكذا ان شاء الله. هيا نمشيوا هيا صبروا.
الحاجة عود نحكي منها بلاصة. الحاجة اللي لاحظتها أنه رفدة معك وشنو هاد الكوار؟ هذا البراوة تسوى ولدي ما يرسلهم لي من الحبس زعما كي يقولك زعما وين روح عنديهم معايا يرسل لي البراوة صبحت كي يقولك الشوفة تاعي براواته شوف في الشوفة هو صبح نشوف غير البرية يعني زعما وين روح شوف البراوة تاعو نقراهم شوفهم شغل كاع الوقت رفدتهم معايا وين ما نمشي نديهم معايا فكرك به فكروني به خلاص كي يقول لك صباح صباح الصوره تاعه هما البراوات تاعو انا شوف اللي راهي ربطتك به هما تصور ربطتني به هما تصور تاعو البراوات هذو هذا البراوات راني دائما رافدتهم شغل دائما نقراهم رافدتهم سي خلاص ما صبح لي الصورة تاع ديرتها في التليفون مرات نقول بلكي أنا ولدي قاع نسيته بلك أنا ولدي نسيت الوجه نتاعه نسيت العيون نتاعه نسيت أي حاجة فيه نسيتها مالا صبحت دايرة الصورة تاع في التليفون صورتها في التليفون زعما كل ما نفتح التليفون نصيبها قدامي وبراوته دائما رافدتهم معايا كل ما نتوحش نجبد البراوة تاعه نجبد التصاور تاعه نجبد زعما رابطيني بيه معليش الحاجة يكون فيها خير إن شاء الله يكون فيها خير إن شاء الله راني نشوف بليل يسقسي عليك ويحوس يسقسي عليا يحوس عليا يتفكرني بمناسبة عيد المرأة حتى هو بعيد محكوم عليه مؤبد ويتفكرني ويقول لي ما شاء الله نخرج وندير لك عمرة ونسي كاع المأساة اللي الغبينة اللي غبنتي واللي بكيتي عليا واللي سفريتي عليا شغل مبات برا على جاله اي حاجه يقولوا لي هذيك عند زعما تجي شغل فيها خير من جهته كان في اخر الدنيا نمشي لها كان في اخر الدنيا نمشي لها في عيد المراه يتفكرني يرسل لي زعما من نهار اللي راح ما عيطت كيما الناس ما فرحت كيما الناس ما شغل العيد مازال من راه في 3 سنين ما فرحتش بعيد خصك الناس تصبحي معايده انا نصبح نبكي انا نصبح نتفكر فيه هو زعما خلاص شغل حياتي نحسها دمرت هو دمر اكثر مني غيرني هو ما صبح مسكين سيلونا وصباح مانيش نشوف تبدل كلش تبدلت علينا كل حاجه كي راكي تروحي له للسجن واش هو يحكي لك كيفاش الوضعيه ديالو ما وضعيته مسكين في حاله لا يرضى لها قولي مريض زعما غيب الدواء يقول لي صي عييت ما قديتش ازميتك كل مره يطلعوه للعياده غيب الدواء زعما كي نمشي نزيد نتدمر اكثر خاطش علاه راه مؤبد عيا ما قدلهاش ما قدش يتقبلها قداش هو يتقبلها وقديتش انا اتقبلها برا صعيب شي حاجه على بالك ما كان حتى انسان يتقبلها جاتني مؤبد ما كان حتى انسان يتقبلها انسان بعقل وعاقل وخاصه انه راه في عمر الزهور او شاب شحال عمره 25 سنه من دخل عنده 21 سنه 21 سنه 21 سنه 25 سنه بكره 25 سنه 25 سنه اربع سنوات كيفاش راهو يحكي لك اليوميه تاعو كيفاش راهو يجوزهم اليوميات ديالو الشيخ يقول لي نفوتهم غي تخمام نفوتهم غي دمار ما قديتش نتقبل مؤبد قال لي عييت دمرت ومرضت قديش يتعايش مع الوضع جديد ما قديش يتقبل السيلونه اللي فيها قال لك ما قديتش انا ننشد السلطات المعنية المحكمة العليا يعاونوا هذا مش أنا أقول ما غلطش أنا أقول أغلط بصح مشي الحكم قاسي قال هذه الدرجة قاع مؤبد حرموني منه في عز الشباب والله كي نشوف نتاجها نقعد نبكي ما لقيتش نعيش خواتاته ولا نديله هو شحال تسقم لك الحجة باش تروحي تشوفه قال كي نمشي يقول لك ندوك ب 500,000 شحال انا نخلص
ناخذ 700 ألف نمشي ب 500 ألف. شنو تقعد لي؟ تقعد لي 200 ألف شدي لي؟ شنو ما كي نشريها لما تجينيش تا ديسير؟ نشري لها غير فيها كي ما تجينيش. معي شغلات والشغله مانيش نمشي له بسبب الوضع المادي نتاعي. مانيش نروح له مسكين، مانيش نروح له. هو مسكين كيتوحشني. كاين محبوس يخرجوا يعطيهم التليفون تاعي يقول لهم عيطوا لما. مرات يتفقدني في مكان حالي عيطوا لك؟ عيطوا لي مساكين، يقولوا لي مقلق عليك. صدق بقول لهم ما ماتت، يقول لهم ما صرات لها حاجه. كي لحقت ربع شهور ما يش قاعد تجيني. يعيطوا لي اللي يخرجوا من الحبس يعيطوا لي. الشيء اللي زاد صعب عليه والله العلي العظيم. لا كل قال لي خرجوا كاع يعيطوا لي. واحد يعيط لي يقول لي انا من متصغالي، واحد يقول لي انا من بسكره، واحد يقول لي انا من اي بلاصه. يقول لي والله غير البارح خرجت، راه ولدك عطاني النيميرو تاعك وقال لي عيط لامه طمن عليها. شوف امه كي راه صار لها بالك، امه ماتت كي راه حكيت ربع شهور ما جاتنيش. وشغل متعلق بيا بزاف وانا ثاني متعلقه به، ما نقدرش نصبر عليه. بصح الله غالب عليا، ما لقيتش باش نمشي له، ما لقاش باش ندير له القفه. الموندا ما نرسلهالاش. مسكين الكسوه غير صحاب الخير في الحبس يمدوا له، ما نشريلاش. لا غالب ما نلحقش داك باش نشري له غير تبديله تاع قش طيح لي باب، طيح لي مليون ولا زوج ملايين ولا غير كسوه عاديه. ماش نشري له كاع مسكين والله العلي العظيم اللي فيه. اما دقلت له كاع الكسوه كي نقول له يا دراكي راه صار لي، قول لهم يعطوني غير صحاب الخير غير المحسنين. زعما اللي يخرج يمد لي، قول لي ما اللي يخرج يمد لي قشاه، ولا اللي عنده الزياده يجيبوا له الاهل تاع عنده الزياده يعطوني. معليش الحجاج ما غاليين والله يا ولدي. عييت ما قديتش. راني نشد الرايس نتاعي، انا الدوله الحكم نتاعنا ينظروا في الحكم نتاعه ويرحموني. انا ام عندهم كاع اولادهم وعندهم كاع، ينظروا غير على وجهي انا. الا هو غلط ينظروا على وجهي انا، يقولوا هذيك ام مسكينه ما عندهاش، مطلقه مصيبه متفركت انا والراجل، عندي البنات. في فقره بكل صراحه الحاجه هنطرح عليها بعض الاسئله، نتمنى انها تجاوبني بكل صراحه. بكل صراحة الناس اللي كانوا السبة انه الابن ديالك دخل السجن احكم عليه بالمؤبد، لو كان يقولوا لك سمحي لنا الحجة سمحي لهم ولا لا؟ والله ما نقدرش. كي يقول لك ما نقدرش نسمع لهم على هذيك الحرقة اللي حرقوني، ما نقدرش نسمع لهم. خدش عليه، هو صغير وغلط، غلط صحة غلط. بصح ما يكونش الحكم قاسي كاع بالمؤبد، ما يكونش سيلونا شغل. بلكي انا ولدي كي كان قدامي بلك انا نقول غدوه كي يخرج مش عارف كي يخرج داير، بلك انا ولدي يخرج لي غدوه مريض، يخرج مسكين مختل عقليا، يخرج مهبول، شاني عارفت له. دوك مادام مسكين راهي سيلونه وراه محروم من كلش، محروم ماديا ومعنويا ونفسيا. دوك محروم ما يشوفش امه، محروم ما يدخلش قش كيما يدخلوا المحابس، محروم ما ياكلش، محروم من اي حاجه. بالك انا غدوا ولدي كي يخرج ساتي بو انا امه مانيش عارفه واش راح واش نتوقع منه. بالك انا ولدي كاع يخرج مختل عقليا، خاطش عليه بسبب هذا الناس، بسبب هذا الناس. واش نقول الله يهديهم، الله يهديهم. معليش خدش عليها خاف. أنا نقعد نخمم ونقول بلكي أنا خايفة، بلكي ولدي يخرج مريض. صح صعب شيء. بكل صراحة الحجة ابن ديانك مذنب ولا لا؟ دار هاد الشيء ولا لا؟ والله ما على بالي، ربي هو اللي يعرف. والله يا ولدي بكل صراحة أنا هو لحسن ما يقول لي. قلب الأم وشو يقول؟ أنا نقول أنا قلبي شي يقول لي نقول متهوم مسكين. أنا مش نقول غلط صح نقولوا تناوش مع هذا الناس بصح باش يضرهم. والله ما يضرهم، انا عارفه بلي انا القلب نتاعي وش يحس تاع الام ما يضرهمش. صح يزعف عليهم يديرهم يناوشهم بصح ما يوصلش وين يضرهم. هذا دائما ندعي له بالخير، نقول له ولدي شوف انا اني راضيه عليك، غير ما ديرش حاجه بشي مليحه. حجه نمشيو الفقره الثالثه ديالنا واش تعني لك، وبها نختموا العدد ديالنا تاع نهار اللي نمشيو لحجه ان شاء الله. يا مشاهدينا الكرام في اخر البرنامج فقره واش تعني لك الحاجه، جبتي معاك زوج صور برك
وش هذا الصور؟ هذو الصور وين روح ربتهم معي؟ زعما هذا من جيبتهم الحصة ولا جيبتهم باش نوريهم؟ هذو دائما معايا خاطش علاه؟ شغل خلاص من حياة ولدي بقاو لي الصور تاعه نشوفهم يوميا. صح، هذه صورة الابن ديالك؟ تاع الابن ديالي هذه التصويرة تاعه. وهذه الصورة تاع الحصان؟ الحصان تاعه، هذا الحصان تاعه. تشوفي صورة الابن ديالك هكذا الحاجة واش يجي في بالك؟ شغل متعلقة به، كي نشوف الصورة تاعه إيماني بالله قوي. يجي النهار وين السلطات المعنية تنظر في الملف تاع ولدي وتفرحني. تفرحني وتفرح ولدي. إن شاء الله. إيماني بالله قوي، باللي يجي النهار وين ولدي إن شاء الله يخرج وننسوا كاع هذيك المأساة وننسوا هذيك الأيامات السوداء اللي فاتت علينا. ان شاء الله ان شاء الله. ونتفكرها نقول الحمد لله يا ربي انا ولدي زعما رحمتهم الحمد لله كي عطاوه مؤبد الحمد لله ما كثرش كي يخرج نشوف في نظره ولدي نشوف ولدي كي يقول لك كي بكري كي اليوم نحبس نظلم دير بصح نحس ولدي نقي الحمد لله عطاوه مؤبد وعاش في السيلونه ونغبن ومرض وسوفره ونحركت انا عليه انا مشتاقه ولدي انا كي يقول لك امنياتي الوحيده نشوف ولدي قدامي عندي الأمنية الوحيدة نشوفها قدامي بصح كي نشوفه نقول الحمد لله ولدي مشي قاتل ما قتلش ما زعما ما دارش حاجة اللي تغضب ربي باللي قتل هذاك الإنسان ولا آذاه شغل غبنه راه معوق ولا راه صاريت له حاجة ولا الحمد لله وأنا مانيش ضد الحكم تاعه انا نقول زعما هذا ولد هذه الرساله ديالك تفضل الحاجه بها نختم هذه ديالنا هذه ولدهم كيما ولدي انا هما ثاني ولدهم وهذا صغير ومراهق وغلط ان شاء الله ان شاء الله كي يقول لك يشوفوا الوضعيه تاعه ان شاء الله يشوفوا الحكم تاعه وينظروا فيه بعين صاغه. بعد نختموا مشاهدينا الكرام العدد ديالنا تاع اليوم مع حكايه ام وليد. نشوفكم الاسبوع القادم في حكايه جديده وتجربه جديده. سلام.